هيبهدل الدنيا وفي الاخر برضه هرجع لك. انا مش عايز اعمل مشاكل. انت لو تعرفي الراجل اللي قدامك بجد كانت حياتنا هتبقى اسهل بكتير. جوزي كان بيزعق. عايزه اتكلم معاك. انت باي حق تحاسبيني؟ ما بين التوقعات واحلام البدايات بتتغير الحكايات. كل ده كلام فارغ. اول حب، اول احساس، اول علاقه. انا بالنسبه لي عايزه اتجوز اللي بحبه. بيكون احسن. ممكن اضحي عشان اللي بحبه ده لو اصلا حب. اشتقت له كتير. اللي بيحبك وبيخاف عليكي انت حاطه ستبن في حياتك. اصل انا بحب واحد. بتحبي واحد مختلف. اه عرفت ازاي؟ بحب واحد مختلف مش كده؟ فكره ان هو مش واحد عادي، هو مختلف. لحد ما نوصل ليأس النهايات. البنات دول دلوقتي بيعيطوا وبيحكوا، بكره هيبلبعوا وينتحروا. للحب فرصه اخيره بدءا من 3 ابريل في الاوقات التاليه على اون اي.